شريف إكرامي. كابتن شريف إكرامي، طيب ناخد تليفون معانا الكابتن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي. مساء الفل يا ابو الكباتن. مساء الفل يا استاذ ايهاب، ازيك؟ اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ الله يخليك، ربنا يخليك حبيبي. طبعا كلنا بنقول وبنثمن جهود مجلس اداره النادي الاهلي وجهودكم في التواصل مع الامن، وان مباراه الاهلي الافريقيه في استاد القاهره. الحمد لله. طبعا النهارده يعني ثروت بسوي لما المدير التنفيذي للاتحاد كلمني من شويه، والحمد لله اكد ان اللعبه هي استاد القاهره والجمهور 5000، ودي برضه بالنسبه لنا حاجه كويسه مش وحشه وخطوه كويسه، لان النهارده ده هيبقى يوم 3 ونص الاسبوع، وفي نفس الوقت انا عندي افتتاح بطوله افريقيا للسيدات هتبقى الساعه 4 في الصاله المغطاه، وبرضه دي الجمهور. فطبعا ده هيبقى يعني الحمد لله في تطور دلوقتي كويس، في تعاون مع الامن بشكل كويس، مجلس الاداره بيتعاون مع الامن بشكل جيد جدا. احنا بس كل اللي بنطلبه الجماهير ان شاء الله تبقى قد المسؤوليه، واحنا عارفين كويس قوي اللي هي قد المسؤوليه، واحده واحده باذن الله هنرجع نلعب وترجع الجماهير بشكل كويس. بس اهم حاجه يا استاذ ايهاب عنوان السلامه اولا، عايزين بقى ننسى قصه الامن بس، لا في حاجه اسمها السلامه اولا زي ما احنا بندور عليها، ضبط النادي مجلس الاداره بالاتفاق مع الامن، لان الامن اهم حاجه بالنسبه له، عايزين ماتشات، عايزين جمهور، عايزين سلامه قبل اي حاجه. مش هنقول اكتر من كده بالظبط. وربنا يكرم ان شاء الله الفتره اللي جايه. طب في هل ممكن المباراه الافريقيه تتاجل يوم، ولا هتبقى برضه في نفس يوم ميعاد البطوله الافريقيه ان شاء الله للسيدات؟ باذن الله، لا ان شاء الله في نفس اليوم باذن الله. على اعتبار يعني حضرتك ان في طبعا تجمع هنا وتجمع هنا ووجود مجلس الاداره هنا وهنا، يعني لا ما فيش الكلام ده باذن الله. ده مجلس الاداره حضرتك من اول يوم، يعني اديك انت شايف رئيس النادي من اول يوم يعني بالمجلس بالكامل، ما عندناش مشكله في القصه دي خالص، الناس واخده على عاتقها تنفيذ برنامج انتخابي بشكل وملتزمين بشكل جيد، تحرك في كل مكان يعني كل مجال وفي كل مكان بشكل كويس الحمد لله رب العالمين. فان شاء الله نحضر لافتتاح البطوله باذن الله، يبقى افتتاح جيد وقوي برئيس اللجنه المنظمه النشط جدا استاذ محمد الجرحي والنائب استاذ محمد الضماطي، وبعد كده باذن الله المجلس هيتوجه على المباراه دور ال 32. كل ده يعني انا عايز بس انطباع لجمهور النادي الاهلي الواعي يقدر المجلس بيعمله ويقدر النادي الاهلي بيتحرك فيه. بالظبط. انا يعني باكد ليك الفتره اللي جايه هيبقى في حاجات افضل من كده ونتائج افضل من كده كتير، بس اهم حاجه زي ما انا بقول اهم حاجه السلامه اولا، زي تمام. ما احنا عايزين ونقف ومحتاجين الجمهور، وجمهور النادي الاهلي دايما نمره واحد بالنسبه له، وعارفين كويس ان عمر النادي الاهلي ما هيقفل الباب في وش جمهوره ابدا، ولكن في نفس الوقت احنا عايزين نتعاون مع الامن اللي بيوافق برضه، خلي بالك بالظبط، يعني الظروف احنا كلنا شايفينها، ظروف البلد احنا كلنا شايفينها طبعا، هي مش رياضه بس، لا احنا عندنا رياضه وعندنا الشارع المصري شغال كله بيتحرك في اتجاه بالظبط كويس جدا، فعايزين يبقى احنا فعلا بنساعد الدوله زي ما هم بيقفوا معانا وبيساعدونا، احنا بنساعد الامن زي ما هو واقف معانا وبيوافق لنا اللي احنا نبقى موجودين، وما يبقاش يا فندم المباراه الاولى والاخيره على استاد القاهره، عايزين ان شاء الله كل المباريات الافريقيه تبقى موجوده على استاد القاهره. هو ده اللي احنا بنراهن عليه، وهو ده اللي هيخليهم ويشجع الناس، اللي احنا في تعاون في تحمل مسؤوليات هيشجع الناس النهارده تبقى على طول في موافقات، لان انا بقولها لك وانا متاكد كل القيادات الامنيه وكل القيادات في الدوله عايزه استاد القاهره يرجع تاني، ولكن بقول حضرتك تحت عنوان السلامه اولا. بالظبط. طبعا جهود كبيره لحضرتك والمجلس الاداره في الفتره اللي فاتت، سواء كانت الجهود مجلس الاداره ولجنه الكوره والنشاط الرياضي في الانشطه الرياضيه، ولكن في جهود كبيره جدا هتظهر الفتره الجايه على الجانب الاجتماعي في النادي الاهلي، وخاصه بعد طبعا التواجد مع السيد محافظ القاهره وقبلها توقيع بروتوكول مع الهيئه الوطنيه، فاكيد الفتره الجايه مقرات النادي الاهلي هتشهد تطوير مميز. يا رب طبعا ان شاء الله باذن الله، وبندعي ربنا سبحانه وتعالى، احنا كلنا شغالين مجلس اداره النادي الاهلي بكل ادارات التنفيذيه والنشاط الرياضي بحاجه اساسيه عنوان واحد واضح وصريح، روح الفانله الحمراء، وربنا يتمها بالخير ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله على التعيد الرياضي يبقى النادي الاهلي نمره واحد، وهيبقى في مفاجات باذن الله كويسه جدا 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 على المستوى الاجتماعي ومستوى الخدمي للاعضاء. نتمنى باذن الله ان احنا نلتزم بالتوقيت، نتمنى باذن الله اللي يكون فعلا يعني النادي الاهلي دايما اللي هيتعمل لائق بالنادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله هو ده هيبقى النادي الاهلي الفتره اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله كابتن محمد مرجان وبروح الفانله الحمراء
بشكر حضرتك وبشكر جودكو، وان شاء الله هنتابع مع حضرتك ورسالتك تكون وصلت لكل جماهير النادي الاهلي. طبعا رساله مهمه يمكن وصلت من المدير التنفيذي للنادي الاهلي للجماهير، واضحه مش عايزين جمهور الاهلي يروح مره واحده بس، مش عايزين الرساله تبقى سلبيه، ان شاء الله الرساله هتكون ايجابيه. هطلع فاصل، لكن قبل ما اطلع فاصل سريعا عايز اطمنكم على زميلنا الدكتور عماد يوسف، زميلنا الاعلامي الكبير متواجد بقناه ابو ظبي الرياضيه في الامارات، وطبعا اللي كان زميلنا بيقدم برنامج من قلب الاهلي في قناه النادي الاهلي. الصبح النهارده كان عنده حادث سير صعب شويه بعد وصوله لمطار ابو ظبي، واثناء عودته للمنزل يعني كان في حادثه كده كبيره شويه، ربنا قدر ولطف وخرج من المستشفى. بطمنكم لان طبعا كل التليفونات اللي جات لي قبل الهواء بطمنكم على صحه وسلامه الدكتور عماد يوسف واسرته من حادث السياره اللي ربنا نجاه منه، هو عمل فحوصات اللازمه موجود في بيته، بنتمنى له ان شاء الله العوده والشفاء الكامل. هطلع فاصل، وبعد الفاصل هيكون معايا اثنين من نجومنا الكبار، الكابتن عادل عبد الرحمن نجم النادي الاهلي السابق الكبير، وطبعا الاستاذ عصام سالم ناقدنا الرياضي الكبير، وهنتكلم في عده امور لكن هنحدد الكلام اكتر على تجربه الاهلي ولعيبه الاهلي المعاره في الدوري السعودي.